السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود قناة ماتريكس 219 اليوتيوب، والنهاردة إن شاء الله الجزء الثاني أو الحلقة الثانية من مجموعة فيديوهات توصيل كاميرات المراقبة وإعدادات الدي في آر. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الدي في آر، مكوناته وفكرة شغله إيه، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإعدادات، وفي بعض النقط هنركز عليها لأن ممكن يعني كذا حد طلبها مني قبل كده إن احنا نتكلم فيها. ده شكل الشاشة بتاعت الجهاز الدي في آر. ممكن استعرض القائمة عن طريق كليك يمين، بيظهر لي قائمة متسدلة فيها المين مينيو، بلاي باك، بي تي زد، فيها مجموعة قوائم كتيرة. لو انا دخلت جوه اي قائمة من القوائم دي وعملت كليك يمين مرة تانية بيخرجني تاني، يعني كليك يمين تساوي او تعادل زرار الاسكيب او باتون الاسكيب في جهاز الدي في ار. اول حاجة عندنا الفيو، في عندنا فيو 1 وفيو 4. فيو 4 زي الشاشة اللي ظاهرة قدامنا دي، ان هو هيعرض لي اربع شاشات في العرض، يعني في قدام في العرض هيكون متقسم لاربع كاميرات او اربع شاشات. طبعا لو الدي في ار اعلى من كده، يعني الدي في ار عندي 16 بورت مثلا او بيتوصل بيه 16 كاميرا، هنلاقي من ضمن قائمه الفيو هنا هنلاقي فيو 16. فاحنا عندنا هنا عشان الدي في ار 4 بورت، فعندنا فيو 4 وفي عندنا فيو 1. فيو 1 ان انا استعرض كاميرا كاميرا او بورت بورت. لو في عندنا مثلا اوت سايد الكاميرا دي مش متوصله، هيجيب لي بلاك سكرين زي ما احنا شايفين. لو جبنا فيو 1 وانسايد هيجيب لي الكاميرا اللي احنا بنصور منها دلوقتي. نرجع تاني فيو 4، ده هيجيب لي كل الكاميرات اللي متوصله وفي كاميرا واحده بس اكتف اللي هي مكتوب عليها انسايد. هنيجي للقائمه اللي بعد كده لوج اوت. لوج اوت في حاله ان انا اكون مسجل الدخول وعايز اعمل لوج اوت، بحيث ان بيكون في بعض الصلاحيات خاصه بالادمن بس. فيعني لو انا مثلا موصل كاميرات المراقبه عندي في الشركه او في المصنع، فبعمل يوزر نيم وباسورد خاصه باعدادات الدي في ار، ولكن امكانيات المراقبه ان حد يشوف الشاشه اللي موجوده قدامنا دي بتكون متاحه للكل. اوت بوت ادجستمنت ده بيحدد شكل الخارج، الصوره اللي موجوده قدامنا دي. يعني مثلا لو غيرت في الطب كده هنلاحظ ان الشاشه بتنزل تحت وتطلع فوق. غيرت في الباتون برضو نفس الشيء. ليفت بتحكم في الشاشه ظهورها ازاي على شاشه العرض. نيجي للقائمه اللي بعد كده كلر سيتنجز، برضو نفس الشيء بتحكم في الالوان. في عندنا مجموعه البي تي زد. البي تي زد ديت للتحكم في الكاميرات المتحركه. لو انا موصل كاميرات فيها كنترول او كاميرات متحركه بقدر اتحكم فيها زوم او فوكس مثلا على منطقه معينه، هنا بقدر احدد امكانيات التحكم. بي تي زد كنترول زي ما احنا شايفين قدامنا، وفي البي تي زد سبيد كنترول. نرجع تاني للجزء اللي بعد كده بلاي باك. بلاي باك ان انا لو عايز اعمل سيرش على الفيديوهات اللي اتسجلت عندي على الدي في ار، فعندي قائمه البحث. طبعا السوفت وير ده ممكن بيختلف من دي في ار لدي في ار تاني، ولكن الاساسيات كلها واحده والمبادئ كلها واحده. اللي يهمنا من القائمه دي اللي هي علامه البحث، بضغط عليها وبحدد الفتره الزمنيه اللي انا عاوزه يبحث لي فيها، يعني ستارت تايم واند تايم. ابدا البحث من التوقيت او من تاريخ كذا توقيت كذا للتاريخ كذا توقيت كذا. يعني مثلا هنا هنخلي دي 01 مثلا واقول له سيرش، جاب لي كل الحاجات اللي اتسجلت من يوم واحد كام، من يوم 1/2/2016 لحد 1/1/2032. دي نتائج البحث. عايز اعمل او اشغل اي حاجه من المجموعه دي، بعمل عليها كده دبل كليك تشتغل معايا زي ما احنا شايفين. ممكن اقدم، اخر، اعمل ستوب، اعمل ريبلاي. بتحكم فيها او اسلوب التحكم سهل التحكم فيه كاننا بنتعامل مع الميديا بلاير او مع الوين اب. ده بالنسبه للبلاي باك. الريكورد المون عندنا فيه ثلاث طرق لتحديد الريكورد، يا اما اعمل ستوب خالص ان هو ما يعملش ريكورد، يا اما الريكورد يكون مانوال، يا اما الريكورد يكون شيدول، يعني انا بحدد ان هو يعمل تسجيل فترات زمنيه محدده انا بحددها في المين مينيو. يبقى احنا عرفنا كده مجموعه القوائم اللي هي الفرعيه. نيجي بقى للقائمه الاساسيه واهم قائمه عندنا اللي هي مين مينيو. مين مينيو هنلاقي فيها ست ايقونات. لوج اوت دي احنا تعرفنا عليها، انفو، ادفانسد هنشوفها واحده واحده. اللي يهمنا فيها او هنبدا بالاهم وهي السيستم. سيستم هنلاقي فيها برده مجموعه ايقونات، اولها جنرال. هنا بعمل اعدادات التايم، التاريخ والوقت والتايم فورمات لو هيظهر لي 12 ساعه. اللغه، لغه العرض اللي هيظهر بيها الدي في ار. الهارد ديسك فول، لو الهارد ديسك عندي مساحته اتملت، الهارد ديسك المكان اللي انا بخزن عليه الداتا لو المساحه اتملت ايه العمل؟ هنا في عندي اختيارين، ستوب ريكورد، اوقف التسجيل النهائي، او اوفر رايت، قاعد يعني اكتب على المساحه اللي تسجل عليها ولكن من البدايه.
يعني لو عنده هارد مثلا سي 500 جيجا والهارد ده مساحته خلاص اتملت، ما عادش فيه مساحه للتخزين، يبدا يخزن من اول ال 500 جيجا، من اول جيجا، من اخر فيديو تسجل او من اقدم فيديو تسجل. فانا بعمل هنا اوفر رايت، فاللي يهمنا في القائمه دي انا بحدد بس اللغه اللي انا عايزها، نظام التاريخ او التايم 12 ساعه او 24 ساعه، بحدد التاريخ لان طبعا بيتحدد على اساسه التوقيت بتاع التسجيل. لو انا بعمل ريستور لي او استعاده للتسجيلات بعد كده ببقى عارف التسجيل ده او الريكورد ده كان توقيته امتى بالظبط. والهارد ديسك فول في عندنا اختيارين، لو ستوب ريكورد، لو انا بعمل استبدال الهاردات ممكن احدد على ستوب ريكورد. لو انا بعمل بس ان التسجيل الفيديو بشكل ارشيفي مثلا ومعايا هارد يكفيني شهر او اتنين او ثلاثه قدام، واللي قبل كده خلاص ما عادش ذات اهميه بالنسبه لي، فانا هعمل اوفر رايت. خلصنا القائمه دي، نيجي للقائمه اللي بعد كده اللي هي انكود. انكود ده خاص بنظام التسجيل الفيديو، هل جودة الصورة هتبقى عاملة ازاي؟ عدد الفريمات في الثانية، يعني لو احنا عارفين تسجيل الفيديو هو عبارة عن فريمات في الثانية، عدد صور بتتعرض في الثانية بشكل متتابع فبتظهر لي لقطة متحركة. نقول المتوسط بتاعنا او الصندة اللي احنا بنشتغل عليه 25 صورة في الثانية، فهنا الفريم ريت انا ممكن اقلل هنا الفريم ريت اخليه 5 10 8، بس طبعا بيقلل من جودة الصورة، فيفضل ان انا بسيب فريم ريت 25 فريم ريت بير سكند. عندي هنا ريزوليوشن بحدد جودة التصوير، في عندنا يبدأ من أول 176 في 144 لحد 704 في 576، ده أعلى ريزوليوشن. طبعا أعلى ريزوليوشن بيستهلك معايا مساحة تخزينية أكبر، والباقي دي إعدادات عادية وممكن تتصفحوها. نيجي للجزء اللي بعد كده اللي هو نتورك، وده من الحاجات المهمة جدا في إعدادات الدي في آر، إن أنا لو هعمل اكسس او وصول للدي في ار من خلال جهاز كمبيوتر تاني، يا اما عن طريق الانترنت يا اما على طريق الشبكه. احنا النهارده هنتكلم ازاي ناكسس على الكاميرات من طريق النتورك، شبكه اي جهاز كمبيوتر او اي موبايل متوصل بالنتورك الداخليه اللي موجوده في الشبكه. موضوع الانترنت او ان احنا نوصله بريال اي بي ويشتغل انترنت، ده ان شاء الله هيكون له حلقه مستقله. فهنا اكتشف ان الكونكشن عندي واير نت كارد، ان هو انا عامل توصيل دلوقتي للدي في ار عن طريق كابل انترنت. فعندنا دي اتش سي بي انيبل، دي اتش سي بي انيبل معناها انك تكتشف اعدادات الانترنت، او انا بدي له امر اكتشف اعدادات الانترنت بشكل تلقائي. لو انا عامل هنا تشيك فبيكتشف الاعدادات بشكل تلقائي، بدي اي بي تلقائي وبكتشف اعدادات بشكل تلقائي. ديت فيها مشكله في حاله اني عاوز اكسس على الدي في ار من خلال الاي بي، يعني لو انا عامل تشيك هنا و كده، فمره هيكتشف الاي بي عندي 192.168.1.104، مره هيكتشفه 113، مره هيكتشفه 120، فيفضل ان انا بعمل ديسيبل الدي اتش سي بي وبحدد هنا رقم الاي بي اللي انا عايزه وليكن مثلا 120 او نخليه 200 مثلا. يبقى انا الاي بي عندي اللي انا هكتبه في المتصفح الانترنت علشان اكسس على الكاميرا هو 192.168.1.200. بقيه الاعدادات دي احنا بناخدها من الراوتر، وفي الاغلب بتبقى 192.168.1.1 والسكرن دي اس ديسيبل، يعني مش هنهتم بيه. اللي يهمنا في النقطه دي حاجه مهمه جدا وهي البورت والاتش تي تي بي. البورت عندنا في بورتات كتيره بتشتغل على الدي في ار، ولكن اكثرها شيوعا واستخداما هو بورت 9000، والاتش تي بي ده لازم بيكون 80. ده بالنسبه للاعدادات. يبقى احنا هنا بنعمل ديسيبل للدي اتش سي بي بحيث ان احنا يكون عندنا، شايفين انا دلوقتي كنت مظبط الاي بي على 200، مجرد ان انا عملت انيبل وديسيبل رجع اخد ديفولت رقم اي بي تلقائي 104. لا احنا هنخليه 200 زي ما هو بالشكل ده كده، وبعدين نظبط الميديا بورت على 9000 والاتش بي بورت على 80 واقول له اوكي. ده بالنسبه لاعدادات النتورك. نت سيرفيس جرافيك يوزر انترفيس، ده البي تي سي كونفج. الجرافيك يوزر انترفيس دي خاصه بال اعدادات الجرافيك اللي ظاهره قدامي، يعني ما هيش حاجه ذات اهميه. النت سيرفيس برضو دي برضو يعني مش هنعدي فيها حاجه. البي تي زد كونفج ده خاص بالاعدادات للناس اللي بتسال على ازاي اتحكم في الكاميرات المتحركه. الكاميرا المتحركه بيكون جاي معاها شويه اعدادات او شويه كونفيجريشنز على حسب نوع الكاميرا واسلوب التحكم. بنحدد هنا نوع الكاميرا او بروتوكول الاتصال، في عندنا اكتر من بروتوكول، بختار البروتوكول اللي بيتناسب مع الكاميرا بتاعتي او الكاميرا المتحركه اللي انا موصلها بالجهاز. بنثبت بقيه الاعدادات زي ما هي وبنضغط اوكي. ده بالنسبه للبي تي زد. في عندنا في قائمه الارم هنلاقي فيه اربع ايقونات، ايقونه خاصه بالموشن ديتكت، ان انا
لو في حد اتحرك في الفيديو او في منطقة معينة في مساحة المساحة اللي بتغطيها الكاميرا يبدأ في تسجيل الفيديو. الفيديو بلايند ده ان انا ممكن احدد مساحة الفيديو ما يسجلهاش او في توقيت محدد ما يبدأش يسجل. الفيديو لوز ان لو حصل لوز في الفيديو في عندي كذا اختيار، يعني هنقول مثلا ان انا سي على الشانل 2 هعمل فيديو لوز ان هو يظهر رسالة على الدي في ار او يظهر مسج بازر او يبعت ايميل او يعمل اف تي بي او لو ابلود. ابنورماليتي ان انا بحدد في عندنا كذا اختيار، نو ديسك ان لو مفيش هارد ديسك مش متعرف عليه او في خطأ في الهارد ديسك او مفيش مساحة او نو نت ديسكونكشن او الانترنت فصل او في تعارض في الاي بي ان هو يعرض لي مسج او رسالة باز او صفارة من جهاز الدي في ار. يبقى دي قائمة الالارم، خلصنا السيستم. بس هي دي مجموعة القوائم. نيجي عندنا للريكورد، دي اخر قائمة معانا ريكورد كونفيجريشن، ودي كانت المذاكرة كان في حد سأل السؤال ده ان انا ازاي احدد له التوقيت اللي يسجل فيه. في عندي هنا بحدد الاول اللي هو الويك، ان احدد لي جميع ايام الاسبوع وابدأ اسجل بيريد 1 من الساعة 0 للساعة 8 ومن الساعة 8 ل 12 من 12 ل 18 من 18 ل 24. يبقى ما حدد طول الفترة كده او كل فترة ال 24 ساعة ان هو يبدأ في التسجيل، وفي نفس الوقت يعمل ديتكت وريجولر تسجيل تلقائي وديتكشن ان لو عايز اعمل ديتكت للابنورماليتي ديتكت للموشن ديتكشن. بحدد الاختيار ده من القائمة اللي موجودة قدامنا. ممكن اعمل استوب ان انا اعمل ايقاف للتسجيل، وممكن اعمل تسجيل مانوال يدوي، وممكن تسجيل شيدول اللي هو عن طريق فترات زمنية محددة. اخر حاجة معانا في المنيو هي الادفانس، ومن هنا بقدر اتحكم في اعدادات الدي في ار. هنا الاكاونت بحدد اكاونت الادمن، وممكن اغير الباسورد، وممكن اغير اسم اليوزر، وممكن اضيف يوزرز تانيين. في عندي هنا الهارد ديسك مانجمنت ان انا بتعرف على الهارد ديسك، ممكن اعمل له فورمات من هنا. اوكي، ده كده بيعمل فورماتنج هارد ديسك درايف زي ما احنا شايفين قدامنا. في عندي هنا اونلاين يوزر، يظهر لي اليوزرز اللي عاملين اكسس على الكاميرا عن طريق الانترنت او عن طريق اونلاين، هيظهر لي الايباد بتاعتهم هنا واسماء اليوزرز. هيبقى لنا كده الجزء الاخير بس. يبقى احنا كده خلصنا، اتكلمنا في الجزء الاول عن الدي في ار ومكوناته، والجزء الثاني اتكلمنا عن اعدادات الدي في ار. هيتبقى لنا جزء وهو اننا ازاي نربط الجهاز الدي في ار بالانترنت بريال اي بي، ونقدر ناكسس او نوصل للكاميرات او جهاز الدي في ار من خلال رقم اي بي من اي مكان في العالم. بس اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وده كده النهارده الحلقه بتاعتنا خلصت، وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. مش هفكرك لو الفيديو عجبك يا ريت لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، مشاركه لو حسيت ان حد ممكن يستفيد من المعلومه، وميعادنا مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. لا اله الا الله.